يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 18، الإسكندرية 27، 20، مطروح 25، 21، بورسعيد 27، 22، والإسماعيلية 28-15. نذهب للسويس 29-19، العريش 27-15، طابا 27-16، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 30-19، الأقصر 32-16، أسوان 34-18، الوادي الجديد 29-16، حلايب 29-22، وأخيرا شلاتين 31-23. ولأن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.